قال فإذا لقيتم الذين كفروا. فضرب الرقاب، وليس ضرب الرقاب كما فسرها البعض بأنها حز الرقاب وقطع الرؤوس وتطير الرؤوس، وشاعت تلك الأفلام التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. الدين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن، هذا الكتاب العظيم الذي يعلم الناس الرحمة، بريء من كل هذه الأباطيل. يقطعون الرؤوس ويصورون ويعرضون ويبيعون ويرمون ويأخذ بعضهم بعضا بالرؤوس. ما هذا؟ هذا الإسلام؟ هذا هو ما ينص عليه القرآن مطلقا؟ فما معنى فضرب الرقاب؟ بيان وتمثيله. وقال الله جل شأنه في الآية التي قبلها: كذلك يضرب الله للناس أمثاله. ماذا مثل؟ ضربه، ضربه لأجل أي شيء؟ بيان القوة والشدة في إيقاع العقوبة والملاقات. لا تكون هينا ولا تكون لينا حتى أن تعصر، لأنك إذا عصرت أمام أهل الباطل والباطل غاب الحق، غيب الحق عن الناس، ألبس الحق بالباطل، غابت القيم. هذه الحقيقة. القرآن لا يريد منك أن تكون إنسانا مائعا حين تطالب بحقك، حين تطالب بأن يقف الباطل عند حده، أما أن تكون في حالة خنوع وخضوع لأهل الباطل وكأنك على باطل وهم على الحق. هذا خطر. ماذا تسمي طأطأة الرؤوس أمام الباطل وأهل الباطل؟ أين سيجر العالم؟ إلى مزيد من الويلات والحروب وسفك الدماء والاعتداء على الأعراض والاعتداء على حقوق الناس ومصادرتها، حتى لا يبقى صاحب حق يطالب بحق، حتى تضيع الحقوق وتهدر ويصبح السارق المعتدي الآثم الغاصب وكأنه هو صاحب الحق. شيء طبيعي. هذه القوة في العبارة فضرب الرقاب بيان مثل لهذا. حتى إذا أثخنتم، تدبروا معي في الآية، والآية مفسرة حقيقة، هي في نفسها وكلماتها ومفرداتها جاءت مفسرة. حتى إذا أثخنتموهم، أوقعتم فيهم الإثخان. ما معنى إثخان؟ غلبة. ما معنى أغلطت أثخنت؟ يعني كلام فيه من الشدة والقوة والبأس والصلابة. أثخنتموهم، لأن السياق سياق حرب، سياق قوة. لابد أنك أنت تري صاحب الباطل بشاعة الباطل الذي هو فيه وعظمة الحق الذي أنت فيه. إنسان لا يفهم إلا منطق القوة. إنسان يعتدي ويدمر ويسفك ويهتك الأعراض، تستقبله بالأحضان؟ بماذا تستقبل؟ هذه من الأشياء التي تعرفها الناس بفطرتها. قال فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فدا. لو كان القرآن في هذه الآية العظيمة يدعو إلى القطع والقتل والتشريد بهذه الصورة التي يصورها بعض الناس، كيف يقول حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق؟ كان حتى إذا أثخنتموهم قتلوا، لا تتركوا منهم أحد. ولكن لأن القرآن العظيم في عز سياق القوة وإظهار الغلبة والمنعة له وللحق، يعلي الحق بقيمه الحاكمة من العدل والرحمة والتسامح. قال فشدوا الوثاق، تدبر معي في الآية، حتى إذا أثخنتموهم، لما صارت الغلبة والقوة والمنعة وظهوركم عليهم وأظهركم الله عليهم، شدوا الوثاق الأسرى وقدم المن. قال فإما منا بدون مقابل، تطلق سراح الأسرى بدون مقابل. لو كان القرآن العظيم يدعو إلى التقتيل وقتل الأنفس، ألا كان من الأجر أن يكون في نفس سياق الآية فضرب الرقاب أن يقول حتى إذا أثخنتموهم فاقتلوا؟ قال فشدوا الوثاق. قال فإما منا، قدم المن اللي هو إطلاق الأسرى بدون مقابل مادي، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لماذا جاء بكلمة الحرب هنا؟ حتى يفهمك أن سياق هذه الآية سياق حرب. هذا ليس سياق جيران ولا سياق جوار ولا سياق من يدرس معك في جامعة ولا سياق من يدرس معك ويشاطرك العيش في جوار أو في مسكن أو في مصنع أو مشابه. هذا سياق حرب. هذه آية تتحدث عن الحرب، وهي حتى في حديثها عن عز الحرب وعز الإظهار للحق وعز الانتصار ما خرجت عن قيم العدل والرحمة. تقول لي أين الرحمة في قتال أهل الباطل؟ كل الرحمة في قتال أهل الباطل إذا لقيتموهم. لماذا؟
لأنك إذا تركت أهل الباطل يعيثون في الأرض فسادا كما يفعلون اليوم، سيهلكون الحرث والنسل، سيجعلون من الكرة الأرضية كرة تشتعل بنيران الحقد والفتن والحروب، وهذا يحصل اليوم. هؤلاء وأمثال هؤلاء ألا يحتاجون من يوقف باطلهم، من يوقف ظلمهم؟ أين القوة العادلة؟ الإسلام حين يعطيك نموذجا وآية لاستعمال القوة، هو لا يعطيك قوة مطلقة تستعملها كيفما شئت وأينما شئت، لا، تستعمل قوة عادلة لتحقيق العدل. والسياق سياق حرب، قال حتى تضع الحرب أوزارها. فلا حجة لأحد بعد ذلك أن يقول أن هذه الآية ليست في سياق حرب. قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، تدبروا معي، قتلوا بمعنى أنك في خضم تلك الحرب والمواجهة قد تفقد حياتك، فكن جاهزا مستعدا. القرآن لا يجامل، يعطيك الأمر كما هو واقع، يعلمك أن تواجه الصعاب والشدائد والمحن بقلب راسخ، إيمان ثابت، يقين بالله لا يتزعزع ولا يتضعضع. أنت ترى أن أهل الباطل يصارعون ويجيشون ويحشدون الجيوش، ومعروف تاريخ الدول الغربية في الاستعمار، حين استعمرت شعوب العالم بأسر العالم الإسلامي بخاصة، كيف استعمروها؟ استعمروا الهند واستعمروا السند واستعمروا أفريقيا واستعمروا بلداننا العربية، استعمروها لأجل أي شيء؟ لأجل أن يبثوا العدل فيها؟ لأجل أن يأتوا بالحضارة كما يدعي البعض منهم، جئنا لكي نحضر ونأتيكم بحضارة الرجل الأبيض؟ هل هذا حقيقة؟ أم جاءوا لأجل أي شيء؟ لنهب ثروات هذا العالم. هذه حقائق لا ينكرونها، المنصفون منهم لا ينكرونها، ولكن ليس العجيب هذا، العجيب أن بعض المسلمين ينكر هذه الحقائق التي هم يعترفون بها. تدبر معي في القرآن كيف يوقظ العقول والهمم والقلوب، أليس هذا من الرحمة؟ هذا عين الرحمة، عين الرحمة أن يوقظ الناس من غفلتهم، عين الرحمة أن ينبه أهل الباطل إلى ما هم فيه من الباطل علهم يرجعون، عين الرحمة أن يأخذ بأيدي هؤلاء لأجل أن ينقذهم مما هم فيه من خراب ودمار. حرم القتل بكل صوره وأشكاله وقتل النفس، وجعلها من الكبائر، وجعل الذي أحيا نفسا واحدة كأنه أحيا الناس جميعا، والذي قتل نفسا كأنه قتل الناس جميعا. لأجل أي شيء؟ لأجل أنه رب. فمن جوانب تلك التربية وانعكاساتها أن شرع لك من الأحكام والأوامر والآيات ما فيه هذا الصلاح وما فيه هذا الحق الذي لأجله وله وعنه أمر عباده بما أمر في هذه الآيات البينات.